عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج بدأ مرض الموت يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. نبي النبي صلى الله عليه وسلم طلب مكتوب في حديثه. نبي نوح جملي دعوت من سلمنا رجع جملي سلم ربه واتن كبعين مدار. وبعد أن أدى الأمانة سبحانه عليه الصلاة والسلام. نبي دعوت من بركان رجع فل نكتب من فل نو أبي دعي أمانة ملقاط. الأمانة التي ائتمن الله سبحانه وتعالى عليها وهي الرسالة والنبوة. أمانة دعوت الله سبحانه وتعالى. من تقول أي قط نكتب رسالة سان إسلام هاي من فيت النبي ربه قط ونصح الأمة أكمل نصح كان من النبي صلى الله عليه وسلم هاي من فوت نانوم طبعا الأمة نو كان نانوم ويكتب وبلغ البلاغ المبين أتم بلاغ وأكمل بلاغ وأوضح بلاغ وبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من فوت نبطل نساء nấu cá bao mùi và không khê đại ban được chế ban được lưng hơi biệt trong bên chỉ chặt tung hai chỉ cam bao mùi và ngọc trẻ và جاهد في الله حق جهاده بجميع أنواع الجهاد نبي صلى الله عليه وسلم ban được cả to su đầm bay Allah سبحانه وتعالى nấu cá to su mùi và vật cỏ وبعد أن كمل هذا الدين يعني لا يستطيع أحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الدين كامل رهوت داسس نهني في ban بيجي بين لين الله سبحانه وتعالى تطول يو طول كمية لا من أي قوة من خير ما بين موي نحن سسناني ما تطابق ما تي ما النبي صلى الله عليه وسلم نبي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سلام لأنه عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجي منو دوجنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تو دوجي منو أتي جدا